الصدقة الجارية بالبلد الحرام. احنا بنتكلم اليوم وبكرة وبعدها، ما نبقى خاصين عن الصدقة وفضل الصدقة. لازم الوقف يكتمل سواء في برنامج أو بعد برنامج، بيجي برنامج بعدنا بيجي في وقف. الأوقاف إن شاء الله واجد، لكن احنا لازم نستغل هذه الفرصة. احنا ما نضمن عمرنا، يمكن اليوم موجودين بكرة ما احنا موجودين. لازم نتصدق، في بعضهم يتصدق اللي على مسكين أو على عامل، هذه تكتب لك إن شاء الله بس إنها مؤقتة. فرق إن الصدقة الجارية معك لين تموت إن شاء الله، يعني بعد ما تموت تبقى معك اليوم القيامة موجود اللي هي صدقتك. موسى الفيف يا أخوي جاء صدقه بريال، شوف فرحته كيف، هو بريال بس، فما بالك شخص ميت تصدقت عنه. حنا إن شاء الله حيين وتصدق عن بعض، لكن أنا أكلم الجمهور اللي تقدر عليه بسهم بيض الله وجهك، ما تقدر انشر بريال بريالين، هذه ريال مع ريال إن شاء الله يكتمل الوقف والله يجزانا وياكم خير. أنا تعثمت شوي بس إن شاء الله وصلت الفكرة. وجهك.